احنا كشعب سوري في إذلب فرحانين كيفين. رئيس ايران ما مات الا من دعاء الاطفال. الله انتقم لهالاولاد الصغار ولهاليتامى ولهالارامل. قلبي من جوا الشعب السوري المحرر في الشمال السوري كله فرحان. وقع طيارته الحمد لله ومات موته بشعه هو وزيره وحكومته الحمد لله. والحمد لله رب العالمين وقت وهو لسه طيرانه هون عنا عم يضربنا وما خلصنا منه والله يخلصنا منه ومن كل رئيس بنفس الموتة وأبشع والله ينتقم لنا منهم. نحن كشعب سوري هوني المحرر الحمد لله رب العالمين كانت فرحتنا لا توصف الحمد لله فضل الله عز وجل. بالنسبة لمقتل الرئيس الإيراني وحاشيته اللي معه فهذا نفس الوقت اللي الله ضربه بالطيارة نفس الوقت كان طيرانه اللي عبد عم بشار أسد عم بطلع بقصفنا بجبل زاوية وبقصفنا بالليل نفس الطيران عم بطلع بقصفنا فيه. الله نزل الطائرة جند من جنود الله كله راح يزول. هو هذا نظام إيران عبد عم نظام بشار أسد ليل ونهار عم بقتلنا في جبل زاوية في إدلب في كاف يعني ليل ونهار عم بقصفنا وذلك رب العالمين انتقم منه شر انتقام لك صور جثثه لكلابك لتا. فنحن كشعب سوري في إدلب فرحانين كيفين. أنا ما سمعت خبر من 13 سنة قلبي من جوا الشعب السوري المحرر في الشمال السوري كله فرحان. فرحة كبيرة لكل السوريين في مقتل الرئيس الإيراني لأنه كان الرئيس الإيراني يزود النظام السوري بالطائرات المسيرة وقتل على نفس هذه الطائرات. طبعاً كانت الطائرات تقصف جبل الزاوية والمدنيين وقتل على نفس الطائرات. إبراهيم رئيسي معروف زمن الحرب الإيرانية العراقية اللي دامت 8 سنوات كان هو قاضي وكان يحكم على العساكر العراقيين بالإعدام يعني إعدام ميداني. هو بأصله هو كان مجرم حرب يعني ما تغير شيء على الرئيس الإيراني لكن الله سبحانه وتعالى إرادة قوية بأخذ أمانته عن طريق رياح يعني جند من جنود الله. فهالشيء نحن نفرحنا كثير بمقتل 5 أعضاء البارزين في النظام الإيراني. إن شاء الله لكل طاغي نهاية وما في شجرة بتوصل لربها في الأخير يعني. ورئيس إيران ما مات إلا من دعاء الأطفال.